اهلا وسهلا ومرحبا بكم الى نهائي الحلم، نهائي الشامبيونز ليج. الترجي الرياضي التونسي يلاقي الشقيق المصري النادي الاهلي في اطار لقاء الاياب السكند ليج من اجل الشامبيونز ليج الافريقي. سيد حمدي خطيره جدا، السيد حمدي والهدف الاول، والهدف الاول نادي الاهلي عن طريق ناجي جدو، وكره خطيره وكره من وليد سليمان والهدف الثاني. مبروك للنادي الاهلي كاس السابعه في السجلات الاهلاويه. اهلا بكم مجددا والى التفاصيل. قرر الجهاز الفني للفريق الاول لكره القدم بالنادي الاهلي بقياده حسام البدري عقب مباراه الترجي منح لاعبي الفريق راحه سلبيه لمده 48 ساعه، على ان يستانف الفريق ميرانه الاثنين القادم قبل السفر الى الامارات لخوض مباراه اعتزال حسام غالي قائد الفريق امام اياكس امستردام الهولندي يوم الجمعه المقبل. وكان الاهلي قد تعادل سلبيا امس امام الترجي في المباراه التي جمعت الفريقين على استاد برج العرب بالإسكندرية في افتتاحية مشوار الفريقين بدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، على أن يواجه الأهلي نظيره كامبالا سيتي بأوغندا في الجولة الثانية من منافسات دوري المجموعات في 15 من مايو الجاري. الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي التحية للاعبي الأهلي على الأداء الذي ظهروا عليه في مباراة أمس أمام الترجي التونسي. وأوضح المدير الفني للأهلي أن فريقه أحرز هدفا صحيحا عن طريق مروان محسن وتم إلغاؤه بداعي التسلل، وهذا يثبت وجهة نظره التي حذر منها قبل اللقاء بشأن الحكم الذي قاد المباراة. ونتابع في التقرير التالي أبرز تصريحات حسام البدري عقب المباراة. حقنا بيضيع كتير، فاذا ما كانش برضو الاعلام يبقى برضو مساند فحفظ حقنا هيضيع بشكل متواصل. ودايما انا بقول الكلام ده، ان احنا ساعات اوقات كتير كده كل رد فعلنا بيبقى على المباراه بس، وده خطا كبير. انتوا لازم يبقى ليكوا دور، وانا مش بقول كام، لازم يبقى ليكوا دور، لان اللي احنا بنشوفه بشكل متكرر وبنشوف مباراه كره القدم الافريقيه، اما انت بتقول 27 دقيقه، وانا قلت في المؤتمر قبل المباراه على تحكيم هذا الحكم تاني، نفس الحكم اللي حكم مباراه الترجي هنا بالاخطاء بتاعته وبالهدف اللي جه النهارده اللي اتاكد ان هو هدف صحيح وبيكرر الكلام ده، يبقى المفروض احنا ما يبقاش رد فعلنا على المباراه بس ولا تحليل المباراه بس. هتكلم على تحليل المباراه، لكن في قضايا تانيه ليكوا دور فيها ان انتوا لازم تتكلموا فيها. دي وجهه نظري، انا هتكلم على المباراه. طبعا المباراة طبعا من وجهة نظري في مباراة تكتيكية، لكن واضح جدا التكتيك بتاع الترجي اللي هو على الكرة الطويلة وعلى الالتحامات وعلى البلوك الدفاعي وعلى إضاعة الوقت، مش أكتر من كده. ومع ذلك أنا النهاردة فعلا بحيي لعيبتي برغم كل المشاكل اللي البعض برضه ما بتتطرقش ليها، وفي كتير ما بتتطرقوش المشاكل اللي احنا فيها، ومع ذلك احنا الأفضل والأخطر ومسيطرين طول وقت المباراة. وللاسف برضه احنا ما كناش في الكلام ده. طبعا انا لعبت النهارده افضل بكتير برغم كل المشاكل هجوميا وتنظيميا، وشفنا ضغطنا الترجي ازاي وفرصنا واضحه. يمكن الفرصه الوحيده اللي قدرنا نستغلها اللي هي جت جون او جت هدف، والحكم برضه كالعاده او اللاين مان، لان خلي بالكم ساعات بيبقى اللاين مان اخطر من الحكم على المباراه، زي ما كان برضه في نفس مباراه 2-2 هنا. بس ما عنديش كلام تاني اقول، لو عندكم اسئله تفضل. اختلف شويه، لكن الاداء في الماتشين اللي فاتوا مش وحشين، انتوا بس عشان النتيجه، عشان النتيجه فيها خساره. لا احنا ما بنرضاش بالتعادل، احنا ما بنرضاش بالتعادل، ما اقولش ان احنا بنرضي بالتعادل، لكن كره القدم بيبقى فيها اوقات الكلام دوت، وفي ساعات بيبقى اسباب جوهريه للكلام دوت، اللي مش عاوز يفهمها ما يفهمهاش، لكن في اسباب طبعا صعبه جدا. مفيش فرقه يبقى عندها كم الاصابات اللي حصل ده وتبقى برضه بنفس الشكل وبنفس الاداء النهارده، فانا بحيي اللعيبه على ادائهم، وده دليل برضه ان فعلا اي حد بيبقى موجود في الملعب بيأدي بشكل ايجابي. يعني طبعا ليه حسابات كتيره جدا، ما ينفعش ان انا برضه اتهور في تغيير تجي لي اصابه يبقى انا بخدم الفرقه الثانيه ان انا العب ناقص، فليه حسابات كتيره، وبالذات اما بتشوف مؤشرات، اولا في مؤشرات منطقيه وزمنيه نهايه الموسم والضغط المباريات، فده اعتبار طبعا خطر جدا لازم احطه في اعتباري، والمباراه زي ما طلع السوليه وزي، فانا شايف قدامي فما ينفعش ابقى متهور. يعني
اتفضلي. لا انا عاوز اقول لا مش اثاره. افريقيا ما بقتش كره بس، قلتها من سنه، قلتها السنه اللي فاتت، ما بقتش البطوله الافريقيه في الملعب بس. ما عنديش تعليق، انتوا بتقولوا تعليق زي ما بطلب منكم. البطوله الافريقيه ما بقتش في الملعب بس، ما عنديش تعليق تاني. يجري عمرو السولية لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أشعة اليوم للاطمئنان على إصابته، وتعرض السولية للإصابة أمس الجمعة في الشوط الأول من لقاء الترجي التونسي وغادر المباراة بسببها، حيث دفع الجهاز الفني بمحمد هاني على حسابه. وكان الجهاز الطبي للفريق أكد في تشخيصه المبدئي لإصابة اللاعب على أنها شد في العضلة الأمامية، على أن تحسم الأشعة بشكل رسمي برنامج تأهيل اللاعب وتحديد موعد عودته للمشاركة في المرحلة المقبلة. يطير عبد العزيز عبد الشافي المدير الرياضي بالنادي الأهلي وعضو لجنة الكرة، وسمير عدلي مدير العلاقات الخارجية إلى الإمارات يوم الثلاثاء المقبل، وذلك لإنهاء كافة الأمور المتعلقة برحلة بعثة الأهلي إلى دبي للمشاركة في مهرجان اعتزال حسام غالي قائد الفريق والمقرر له 11 من مايو الجاري أمام أياكس أمستردام الهولندية. وقال سمير عدلي إنه سيمكث في الإمارات 48 ساعة لإنهاء كافة الأمور المتعلقة ببعثة الأهلي في رحلتها إلى الإمارات، على أن يغادر إلى أوغندا يوم 10 من مايو الجاري لترتيب كافة الإجراءات الخاصة باستقبال بعثة الأهلي في كامبالا لخوض موقعة كامبالا سيتي الأوغندي يوم 15 من مايو الجاري في الجولة الثانية من منافسات دوري المجموعات بدوري أبطال إفريقيا. وإلى متابعة أخبار اتحاد الكرة، حدد مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدة الثلاثاء المقبل موعدا لاجتماعه الذي كان مقررا الخميس الماضي قبل تأجيله، وسيتم خلال الاجتماع حسم عدد من الملفات المعلقة على رأسها شكل مسابقة الممتاز به الجديد. وكان اتحاد الكرة أعلن أنه يفكر في إقامة الممتاز به الجديد من 18 فريقا، على أن تهبط باقي الفرق إلى الدرجة الأدنى، وهو ما اعترض عليه عدد كبير من الأندية. ويحسم اتحاد الكرة قراره نهائي الثلاثاء المقبل سواء بتطبيق الشكل الجديد للممتاز به الموسم المقبل أو تأجيله للموسم بعد المقبل. يستأنف منتخب الشباب مواليد 99 بقيادة حمادة صدق اليوم معسكره التدريبي بأحد فنادق مدينة السادس من أكتوبر، ويؤدي الفريق تدريباته اليومية على ملعب مشروع الهدف. وخاض المنتخب مؤخرا مباراتين وديتين في بورسعيد أمام ليبيا استعدادا لمواجهة السنغال في التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا للشباب والتي تستضيفها النيجر العام المقبل. ومن المقرر أن تغادر بعثة منتخب الشباب إلى السنغال مساء الثلاثاء المقبل لخوض مباراة الذهاب في السنغال، على أن تعود إلى القاهرة يوم 13 من مايو الجاري.
وإلى متابعة أخبار الألعاب الأخرى، حيث يخوض حاليا الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي مباراة مهمة أمام نظيره الزمالك في الجولة الأخيرة من الدورة المجمعة الثانية لنهائيات بطولة الدوري. وتقام المباراة على صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية، ويسعى الفريق إلى تقديم عرض قوي والفوز للتتويج باللقب للعام الثاني على التوالي. ويدخل الأهلي المباراة في صدارة الترتيب بعد تعثر الزمالك أمام هليوبلس في الجولة الماضية، ويحتاج الفريق إلى تحقيق الفوز لحسم البطولة. عبر محمد عادل لاعب الفريق الأول الكرة الطائرة رجال بالنادي الأهلي عن سعادته الكبيرة بتجديد تعاقده مع النادي على بياض، مؤكدا أنه لم يحتاج لوقت لحسم أمره على الرغم من تلقيه العديد من العروض خلال الفترة الأخيرة. وأوضح عادل أنه فضل الاستمرار مع الفريق بعدما أصبح الأهلي بيته وعائلته، خاصة في ظل الأجواء الطيبة التي وجدها من الجميع، خاصة من جانب محمد مصلحي المدير الفني للفريق. وشدد عادل على أنه يطمح في تحقيق العديد من الإنجازات مع الفريق في الفترة القادمة، خاصة أن وصول الفريق إلى القمة والفوز بالثلاثية إنجاز يحتاج إلى الكثير من الجهد للحفاظ عليها. أشاد محمد مصلحي المدير الفني للفريق الأول للكرة الطائرة رجال بالنادي الأهلي بموقف الثنائي محمد عبد المنعم ومحمد عادل لاعبا الفريق بعد تجديد عقودهما على بياض والاستمرار مع الفريق خلال السنوات القادمة. وأكد مصلحي أن منعم وعادل قدم نموذجا رائعا للانتماء إلى الفريق بعدما ساهم في حصد ثلاثية الموسم الجاري ولقب بطولة إفريقيا في الموسم الماضي، مشيرا إلى أن الجهاز الفني يثمن موقف اللاعبين وجماهير الأهلي لا تنسى أبدا من يضحي من أجل الفريق. وألمح مصلحي أن استمرار منعم وعادل يدعم خطة الجهاز الفني للموسم الجديد في السعي نحو المنافسة على كل البطولات في ظل ما يتمتعان به من إمكانيات كبيرة ستساعد الفريق على تحقيق أهدافه. مصطفى عسل لاعب النادي الأهلي للسكواش إلى نصف نهائي بطولة الأرجنتين والمقامة خلال الفترة الحالية. ومن المقرر أن يواجه عسل صاحب 17 عاما اللاعب الأرجنتيني ليناردو روميليو المصنف الثاني في البطولة اليوم في الأرجنتين. ودخل عسل البطولة وهو في التصنيف 191 عالميا، خاصة وأن هذه المشاركة تعتبر الثانية له في بطولات الاتحاد الدولي بعد أن كانت مشاركته الأولى الدولية في بطولة البونة والتي دخلها وكان تصنيفه 339 على العالم. وأكد ناصر زهران المدير الفني ورئيس قطاع الاسكواش بالأهلي على أن وصول عسل إلى هذا الدور يعد إنجازا للاعب الأهلي خاصة في المشاركة الثانية له في بطولة كبيرة من بطولات الاتحاد الدولي للعبة. فاصل قصير ونعود للملاعب العالمية، ابقوا معنا.
متابعة أخبار الأهلي في الصحف والمواقع، والبداية مع الأخبار اليوم. أيمن أشرف والسولية أبرز خسائر الأهلي من مواجهة الترجي. الوفد أحمد أيوب، الحكم حرم الأهلي من الفوز أمام الترجي. المصري اليوم، حسام البدري يمنح لاعبي الأهلي راحة 48 ساعة. الشروق، عبد الحفيظ يطالب بتطبيق تقنية الفيديو في دوري الأبطال. اليوم السابع، زيزو وعدلي في الإمارات في الثامن من مايو لإنهاء تركيبات مهرجان اعتزال حسام غالي. الوطن سبورت، البدري يرفض استعجال عودة ربيعة. فيتو، ياسر عبد الرؤوف، هدف الأهلي في الترجي صحيح والأحمر يستحق ركلة جزاء. الأهلي دوت كوم، وائل جمعة، الحكم ظلم الأهلي وباكاماني يعاني من نفس أزمة أزارو. في الجول، عبد الحفيظ في يوم 11 من نوفمبر الأهلي سيكون بطل إفريقيا. يورو سبورت عربية، البدري يطلب تجهيز سعد وفيديوهات كامبالا. إلى هنا تنتهي النشرة الرياضية من قناة النادي الأهلي، قدمتها لكم آية لطفي. دمتم في أمان الله.